تمور زينة. تفضل تفضل هنا تفضل. طبعا رحب بسطام الراجحي وفلاح بن فراج. ارحبوا يا مرحبا يا مرحبا يا هلا يا هلا يا هلا ارحبي يا مرحبا يا مرحبا. سلموا على الشباب تعالوا على البودي. ها سلطان ها على خير يا مرحبا يلا حيهم سلام. حضور ما شاء الله قوي وجيه سمحه ما شاء الله تبارك الله. من اللي يبغى يبدا فيكم يوجه الكاميرا ومتابعين كلام يعرف ما تعدى ابو فراج مكملين بعض ما تعدى ابو فراج. طيب شو الحل الحين شو اللي متى عندك زم سلام تسليم مثل هداج سلام تسليم مثل هداج انا الوسيله وانتو الغايه محبكم فلاح بن فراج عندي طموح ما له نهايه. اخوكم فلاح بن فراج القرقاح شاعر واعلامي وباذن الله اني اكون مكمل لسلسله النجاحات والابداعات اللي موجوده. كفو سلامتكم. كفو سلم سلطان زم يا ربي سم الله عدوك. تقول لي سطام من هو على فكرة أدري إن هنا تقول لي سطام من هو على فكرة تثبت لك الأيام شخصه وعنوانه. أنا الفقير اللي اغتنى بسمعة عطرة ينطق بخير ينطق بخير ويدفع الشر بلسانه. ما هو أنا اللي ياخذ من البحر قطرة أنا أخذ من البحر لوله مرجانه. ما هو أنا اللي ياخذ من البحر قطرة أنا أخذ من البحر لوله مرجانه. أختم ولا لا؟ حليت حليت. ما هو أنا اللي ياخذ من البحر قطرة أنا أخذ من البحر لوله ومرجانه وما فات من عمري بقالي بعد كثره. يا الله بتوفيقك لسطام واخوانه سلامتكم. صح انا صراحه عزتيك من الجمعات الباقي عندي عندي انا عندي عندي ناس هنا. طيب بسالك بسؤال على سريع سطام هل تتوقع انك تقعد لين اخر 10 مراكز؟ الحين كم باقي؟ التوفيق ندري انه بيد الله سبحانه وتعالى. حلو. والقبول من الله سبحانه وتعالى. حلو. حنا بدينا وصولنا الى هذا الستيج وقوفنا جنبك وجنب الناس اللي مثلكم وشرواكم. ما عليك زود. فان كملنا فالخير واهله وهذا زود والناس دائما يقولون الزود خيره. نعم. فان تزودنا تزودنا من الطيب. وان كان ما كملنا فحنا وصلنا مرحله تشرفنا مجرد وصولنا على الشاشه ووقوفنا امام الجمهور فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعمة لنا وكرم أكرم بنا ربي سبحانه وتعالى ثم قناة الواقع وجماهير قناة الواقع. عسى بارك التوفيق الجميع إن شاء الله. وأنا أبارك القناة وجود سطام الله يطول الراجحي. إيه والله الله يطول عمرك والله يا أبو سابر. أنا يمكن ما عرفت الجماهير إلا بالشعر بس موهبة. نعم. لكن سطام دائما يقول عن نفسه أنه مجموعة إنسان ويعشق شيء اسمه ستيج باختلاف الفنون اللي تقدم على هذا الستيج بإذن الله سطام مبدع عليها لا من ناحية الإنشاد والشيلات لا من ناحية دورات وتطوير الذات وما جينا هنا إلا نفيد ونستفيد فبإذن الله ما تنام عينه إن شاء الله إن نكون نسخة فارقة بزملائي وإخواني الموجودين معنا ونقدم الشيء اللي بإذن الله تعالى يكون له أثر إلى يوم الدين. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. فلاح شعورك الآن؟ شعوري طال عمرك شعور إخواني اللي قبلي و بإذن الله نحن بداية خير وأول خير طال عمرك وجودي معك أنت. جعل من جابك في الجنة. وأخوي سطام كفى بالكلام كله. جعل الله يجعل فاكم التوفيق إن شاء الله وتوجه عند أخوياكم.